زار وفد إماراتي مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك للإعلان عن انطلاق ماراثون زايد الخيري لصالح المستشفى. رافق الوفد خلال زيارته السفير الإماراتي لدى مصر محمد بن نخيرة الظاهري ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بالقاهرة. وتأتي تلك المبادرة في إطار التعاون المشترك بين دولتي مصر والإمارات. النهارده احنا بنستضيف وفد رفيع المستوى من دولة الامارات، من الوزراء ورجال الاعمال اللي جايين النهارده علشان سباق الشيخ زايد، اللي هو السباق الخيري اللي هو بكره ان شاء الله يوم الجمعه 5 ديسمبر هيكون موجود في استاد الدفاع الجوي. الحقيقه ان دي لفته عظيمه جدا من سمو الشيخ محمد بن زايد ان الماراثون يتعمل في القاهره. الحقيقه هو بقاله عشرات السنوات في نيويورك في امريكا، واتعمل السنة اللي فاتت في أبو ظبي، لكن السنة دي اختاروا القاهرة انه يتعمل فيها. الماراثون الخيري ده ماراثون عظيم ولفتة عظيمة خيرية، ان هي بتساهم في بعض المشاريع الخيرية. كان الأول لمرضى الكلى، والنهاردة بيتعمل لمرضى السرطان. أعيد اليوم افتتاح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية للغات بعد الانتهاء من أعمال تجديدها وإعادة تطويرها. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين بالمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر. هذا المشروع مشروع هام جدا، اللي بيهتم التربية والتعليم والنشر، وهذه قضية مهمة جدا وقضية محورية تهم مصر كلها في الوقت الحالي. ولكن اللي أنا عاوز أقوله إنه هذا جزء يسير من شيء كبير جدا جدا تقوم به دولة الإمارات. الخطوات جميعها التي تصب في إيجاد مبادرات جديدة لصالح المواطن المصري، ولنؤكد من خلالها عودة الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة العالم بمصر الجديدة، مصر المستقبل. وعد محافظ